مش عارف اجيبها لكم ازاي الصراحه. ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ وحشتوني والله العظيم جدا جدا جدا. بصوا يا جدعان، هو في خبرين تمام، خبر حلو تمام وحلو قوي 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 قوي، وفي خبر وحش شويه. اوكي، الخبر الحلو النهارده عيد ميلادي والله العظيم، يعني الحمد لله، يعني كل سنه طيبين. كل سنه طيبين، انتوا طيبين عشان عارف كل تحت كل سنه طيب وانتوا طيبين يا جماعه. شكرا جدا جدا جدا، قلت لي امبارح كل سنه طيب والله العظيم في البوست اللي نزلته كان 26 سنه. الحمد لله الحمد لله، شكرا لك جدا جدا جدا. انا بحاول انسيكم والله اللي هقوله لكم ده. المهم، ايه هو الخبر الوحش بقى؟ ركز معايا، هو خبر بسيط يعني، واحد بسيط يعني. المفروض لما انا بنزل فيديو تحدي ضحك تمام، بروح على الديسكورد بفتح الروم بتاعت الفيديوهات بتاعت تحدي الضحك عشان تقدروا انتوا ايه تنزلوا فيها الفيديوهات عشان انزل فيها الاسبوع الجاي تمام، يعني اشوفها الاسبوع اللي بعديه تمام. فايه الاسبوع اللي فات انا نزلت الفيديو ونسيت افتح الروم، وافتكرت امتى وانا بسجل دلوقتي. الله عليا الله عليا والله العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل. تمام تمام. فالنهارده ايه بقى، انا قلت صراحه يعني خلاص ما غلطتي يعني، ما اكيد مش هدفعكم ثمنها انتوا فاهم، وانتوا بتبقوا عايزين الفيديوهات دي. فانا قررت ان انا ايه ان شاء الله يعني اخش على فيسبوك كده اشوف فيديوهات اللي بتضحكني، ويعني ايه واخش على جروبات كده واشوف فيديوهات فيها تمام، يعني متلوش حقكم عليا خلاص. تمام تمام، متلوش من دلوقتي، انا فتحت اصلا الروم دلوقتي وانا بكلمكم ولا بسجل فاهم، فتحت الروم. فخش دلوقتي على ديسكورد تلاقي تحت الديسكربشن، خش على الروم بتاع تحليل الضحك وحط الفيديو بتاعك، لان ان شاء الله هشوفه الفيديو الجاي ان شاء الله، يعني ان شاء الله بتلاقوه. فاهلا بيكم في الجزء ال 18 تقريبا 19 19 19 ده، مش هنسميه رقم عشان ده مش بتاعكم انتوا تمام. يلا المهم، بس خش على ديسكورد علشان ان شاء الله في تحديات ان شاء الله هعملها قدام هتبقى معاكم انت، هتبقى تحديات ضحك، انت تخش في الديسكورد معايا وتقول لي نكته مثلا او موقف يضحكني تمام، وهكذا يعني. ما حدش عملها خالص طبعا، ما حدش عملها خالص. فبس كده، بس هنعمل الانترو عشان ما ننساش. ايه الاخبار يا شباب؟ معاكم بس كده، يلا بينا على الفيديو. اوكي يلا نبدا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، وريني يا ابني. ماما ايه ده؟ فيه مين بابا؟ الله. مين روح بابا؟ الله. مين عقل بابا؟ اللون ده. مين كد بابا؟ مين الحمار؟ بابا. ايه ده؟ استنى بس، انا ما توقعتهاش. قال لك شربتها يا كروديا. يلا اللي بعده، ورينا يا ابني. عم محمد رد عليا بقى دلوقتي، وانا انت دي امي ولا مش شامي؟ احب امي ولا مش شامي؟ عشان ابوك عمال ينظر وامك عمال تنظر وانا عيطت منهم. قول العيال انا في والله، ولا لقيتني جنب الجامع ولا امي ناتت ولا محيره عشان هم عاملين يهزروا على خرب بيت امي كده. ايه ده في ايه؟ هو بيعذب الواد في البيت ولا ايه؟ ده عمال يقول له محمد ضد امي ولا مش امي ولا ايه ده؟ فواضح ان هو بيعملوا فيه المقلب بتاع اللي اتعمل فينا كلنا واحنا صغيرين، اللي هو احنا قايلك على باب الجامع وكده. بس الواد ايه ده؟ يا نهار اسود، الواد هينتحر خلاص، ده جاب اخره. يا ساتر يا رب، لك يخرب بيت امي. هو مال الاطفال النهارده في ايه والله؟ اللي بعد، طفل تاني بيقول عايز ايه انت؟ عايز ايه؟ ده هندة. عايز ايه؟ استنى بس. طب انا هعرف من ريحته؟ ايوه ما انت ايه ده؟ عايز اصبر والله، استنى بس استنى الفيديو خلص. كويس كويس كويس، استنى يا جماعه استنى يا جماعه عشان ايه في لاج في دماغي، في ايرور 404 في دماغي. استنى واحده بس اشرح لكم الموقف عشان تقولوا ما فهمتوش، انا مش فاهمه. ده طفل بريء داخل على صيدليه بيقول له انا عايز المرهم ده. الراجل بيقول له انا المفروض اشمه يعني اعرف؟ قال له اه المفروض تشمه. على البلد اللي احنا فيها. يا مصر ليه كده؟ يا مصر ليه ابنائك ابناء المستقبل؟ والله العظيم بتعب، والله العظيم والله العظيم بتعب من السلسله دي، بشوف حاجات غريبه والله العظيم. احنا عايشين في وسط الناس. اللي بعده اللي بعده. ايه ده في ايه؟ انا اعرفكم يعني ايه منوفي. منوفي ميم متوكل على الله، ماشي. نون نجح في شغله، واو واخد الامور بجديه، ايوه فيه فحت الامور لاعدائه بالظبط، ايه ودي الاهم، ايوه يعبد الجنيه وياكل مال النبي ويدوس على اي حد عشان مصلحته، فمش عاوز اي واحد بقى كل شويه يعمل فيديو عن الملايفه ويغلط فيهم. ما يصحش كده. ايه ده بيغلط فيهم؟ ايه ده ايه ده؟ هو عبيط باشا؟ ايه ده هو عبيط بيغلط في ايه باشا؟ انت حطيته وشنا في الارض، الله يخرب بيتك، انت ليه بتعترف بالحقيقه؟ يا جماعه انا منوفي يا جماعه، وبقول ده ترو ستوري. لا مش درجات يا جماعه، مش درجات والله العظيم، انا بحب الناس وبدي كل الناس فلوس صح يا جماعه ولا ايه؟ واخدين فكره وحشه عننا. منايفة فوق يا جدعان، انا منوفي الحمد لله اعتقد، يعني الا اخر واحد الا حرف الياء دوت، مش انا مش انا. اللي بعد يا فضحتنا يا فضحتنا بجراجل. ايه ده 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 متشعلق على المروحه؟ ايه ده؟ ده احنا القلب اللي طاير. ايه ده في ايه؟ ايه ده؟ انا عارفه انا عارفه بتاع هو بيعمل ايه والله؟ ايه ده؟ ده الفيديو خلص.
انا كنت منتظر حاجه مفيده. انا ضحكت يا جدعان، هو الدبش ده بتاع هو صح ازوزي. يا حول الله يا رب، نحن يعني يا رب بقى النيزك، النيزك يجي، انا تعبت. اللي بعده ما تنرفزنيش. ايه ده فيه مين اللي رص الكراسي؟ قال له زي ما انت راسي. ايه ما تنرفزنيش؟ ايه ده؟ نعم ما تنرفزنيش. ما ايه؟ ما تنرفزنيش. ايه ده؟ ما عامل ايه؟ ما تنرفزنيش. انا نفرستك وتنفرز بلدي بحالها. اوكي يا جماعه ماشي. وبيقولها بثقه قوي ما شاء الله. والله انا بعيط. ما تنرفزنيش. ايه استنى ايه معلش ليه؟ ما تنرفزنيش. ما تنرفزنيش. ما تنرف ما تنفرزنيش. ما تنفرزنيش. ما تنفرزنيش بقى عشان خلاص. اللي بعده اللي بعده اللي بعده. النهارده يا جماعه فيديو الجلطه، فاهم؟ انا هيجي لي جلطه بسببكم والله العظيم. اللي بعده معذورين انتم المره دي، معذورين معذورين. هاتي حبايبي ادعموني، انا ما معيش تليفون، انا التليفون بتاعي زراير. حبايبي ادعموني، انا ما معيش تليفون. مالك يا حاج؟ التليفون بتاع حفيدي وسابني ومشي. انا بعمل لكم الفيديو ده على تليفون واحد اخر. مره واحد ابيو نكته استنى الطاقم دال قاعد على القهوه، ففي واحده بتمشي في البلكونه كده. ايوه. فبقول لها ايه؟ نيدي نيدي. إيه؟ كل يوم يقول لها كده، كل ما تبص من البلكونه تنشر الفوطه تنشر القميص تنشر حاجه. نيدي نيدي. المهم ايه؟ في والله جوزها، جوزها قال لها ما يقول لك نيدي قولي له تعالى. ماشي. جوزها فوق، فهي بترعى تنشر فوطه ولا حاجه في البلكونه، يقول لها نيدي نيدي، قالت له تعالى. طلع جوزها مسكه ايه؟ هراه هراه وظبط واخد ضبطه. المهم ايه؟ بعد اسبوع بقى ايه؟ قاعد على القهوه. هي بتطلع تنشر الغسيل. اقول لها نيدي نيدي. ايه والله. قالت له تعال جوزك فوق. قالت لها قالت له لا. قال لها امال نيدي نعمل ايه؟ فيو فيو والله. نيدي نعمل ايه يا عم؟ ها؟ بعض. ماشي. ادعموني ولا تنسوا تدقوا على الجرس وتابعوني. تابعوني تابعوني يا حبايبي. حاضر 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 يا عمو. انا اتخضيت قوي، انا اتخضيت قوي والله العظيم. انا بفكر اوقف السلسله دي يا جماعه، مش عايز اكمل، مش عايز اكمل الفيديو ده، مش عارف ليه والله، مش عارف. نيدي والله يا حاج مش عارف اقول لك ايه والله العظيم. ده كويس انت معكش تليفون يا حاج. بس دي ضحكته، مش هتريق ضحكته، مش هتريق، مش هتريق ضحكته يا جماعه. كل واحد ليه ضحكه يعني ليه. بس صوت مش عارف يعني صوت عالي قوي في وداني. ماشي يا حاج ماشي يا حاج، شكرا يا حاج. اللي بعده. ايه ده في ايه؟ ايه ده في ايه؟ اللي قدرك هو ايه ده؟ ده ايه ده؟ حركات ايه ده؟ ايه ده بابا؟ ايه ده؟ ده بيستنى بس، ده بيرقصوا مش نوت، النوت بتاعي راح. ده بريك دانس. واللي هناك ده الوزير ولا المحافظ؟ بس يا طنط بس يا طنط بس. نيزك يجي امتى؟ اللي قادره يا قادره بيقول لك لما شريتي يسف منك. دي حفله ختام المهرجان الموسيقى العربيه. في ايه بقى؟ ايه والله حاسس ان في حاجه هتعمل للثانوي. ايه ده؟ عالرحيل. ايه ده؟ ده بالصوت صح؟ ايه المزاوله دي؟ تستكير. ايه ده؟ مش ايه ده؟ انا ايه المزاوله دي والله ما خدتش بالي. طب والله احلى من يخرب بيت ده مركبه بالظبط. طب والله المزيكا حلوه والله. هاتلي ليه؟ والله احسن من النسخه الاصليه. برافو 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 برافو. انا اتزولت، انا قلت ايه الصوت ده؟ فكانت تدعى على الواد مركبها، فاهم يعني حد مركب ده على ده، فاهمين؟ لا دي حلوه، دي ذكيه الصراحه، دي ذكيه. اللي بعد. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ شوف ده مزان ده. ده مزان ذهب. ده مزان ده، ايه ده؟ ده مزان الذهب. لا شوف مال. حضرتك ده مزان حشيش. ايه ده؟ لو بيزنوا بيقرش الحشيش، مزان الذهب اهو. يا لهوي على الكسفه اللي انت فيها يا حازم. لا وبيتكلم بثقه قوي ما شاء الله، بيتكلم بثقه. بص يا ابني ده لا ده ايش حاجه ايش. اوكي بنت شكلها بنت وامها. ارجعوا لي بالك. ايه بقى؟ طب وايه الدكتور قال لك اف تي ام؟ ايه
ايه ده؟ هي بنت سقطانه ولا فيكي ايه؟ طب قولي لي. سقطانه ايه ده؟ يخرب بيتك، قالت بتاع الانجليزي مش شايفاه. في حاجه تحصل. ده تقرير. طب قالت ايه؟ طب في ايه؟ قولي لي. في ايه والله؟ عند كروني. بس كروني ازاي؟ وجاي عليا؟ ما رحتيش بيتك ليه يا اختي؟ يلا يا بنت. يلا يا بنت اجري بره. انا بحب حاجه ما توقعهاش والله. ايه الصدمه دي؟ ايه قلب الام ده؟ دي زقتها زقه يا نهار اسوح. بنتك جالك رحت تدري بنتك ولا قشطه؟ مفيش مشكله يعني ان شاء الله خير. راحت زقها زقه. حلو ماشي اوكي يلا اللي بعد اللي بعد. بيقول لك اقوى قصف جابها. طالبه قبل الهوا عريس. كنت طالبه عريس. مواصفاته يعني يكون كويس ومحترم ومعاه فلوس. تمام. اهم حاجه الفلوس. اهم حاجه الفلوس. معاك من غير فلوس تعمل بيه ايه؟ طب واللي معاه فلوس مثلا ممكن يجي يبص لك ليه؟ موجود اتفني بسرعه اتفني بسرعه اتفني. كات كات يا بني. حضرتك كويسه حضرتك؟ اصلي جبهتك مفيش جبهه. حد شاف جبهه القديسه؟ شباب كابتن اللي هناك حد شاف جبهه؟ الجبهه راحت. الجبهه خدت مدفع في وشها راحت. يا نهار اسوح. اللي بعده بيقول لك بصراحه اوبشن جديد حلو قوي. ايه ده؟ واو ايه ده؟ دي حلوه دي والله جربها. ليه ده بيزق الهواء بالمكنسه؟ لا اللي بعد. ده فيه يغني صح؟ اكل الكوبري. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو ماله؟ هو ماله والله؟ هو بيعمل ايه والله؟ بيشد ايه؟ ده حل برمشيش. ايه ده؟ باي باي. يا نهار اسود الرعب. القصه محفوظه على الطريق. الكروش كلها يحبها. اوعى بقى يا اخي احنا عملنا ساعتين. ايه ده؟ في ايه والله؟ انا خايف. انا كنت واقف ان جنب الناس اللي بدل الناس انا كنت نزل. ايه الرعب ده؟ ده الجوكر ده؟ ده الجوكر صح؟ يعني هو عمل ضحكه الجوكر في الاخر والله. ربنا يستر علينا يا جماعه ربنا يستر. بيقول لك كده احلى قوت خالص. ايه ده مايكل جاكسون الغلابه ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه والله؟ لا وواثق من نفسه، الثقة من يا جدعان نص ثقتهم في نفسهم دول نفسي اجيبها عندي والله العظيم. ماشي اللي بعد اللي بعد اللي بعد. انا بتخاف من انا عايز اسافر. يا جماعة حد يحتضن يا عم اي حد بيتراجع من بره يا جماعة يحتضني والنبي ياخدني بره معايا. بيقول لك ظهور كائن مرعب في شوارع اسكندرية. الالينز وصلوا؟ في حاجة تظهر صح؟ في جمب سكير حاسس بكده. جمب سكير صح؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده كلب قد كده اهو. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. طب طمنوا على الراجل. طيب يا جماعه يا نهار اسود ده راجل فاهم يا فكيك. راجل ما وقفش. ماشي ده كلب اللي يا باشا. الله يخرب بيتكم فضحتونا. اللي بعده. اوبا اوبا خلبه صايا. ايوه حاج خلبه صايا ملفوفه في العبايا. ايه ده؟ ده مش مصريين. ايوه حاج ايوه منه الايات. ايوه ايوه الناس اللي اتفرفوشه دي والله العظيم يعني فاهم نعمه والله العظيم. عاش يا حاج عاش يا حاج اقسم بالله عاش يا حاج. اللي بعد فرح فرح مصري. حاجه بتاع في حاجه هيقع دلوقتي. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله يا عريس. يا لهوي هو مين المفروض يشيل مين؟ والله العظيم تعيش في مصر تشوف العجايب، تعيش في مصر تشوف العجايب والله العظيم، ده هي اللي شيته ولفت بيه. فرحة أمك بيك. بقول لك إيه؟ بقول لك إيه؟ صراحة ما كنتش شايف الشلة معلش. كمان دلوقتي في تساوي ما بين المرأة والأنثى، المرأة والأنثى إيه؟ الرجل والأنثى، فـ عادي عادي. لازم يا جماعة أنا بزهق من الفيديوهات اللي بيكتب عليها كلام دوت والله. أنت دلوقتي ماشي. ما أنا بعرف بعرف إيه. فجأة ظهر قدامك أختك ومراتك، هتدوس إيه؟ دوس مراتي. إيه ده؟ دوس مراتك إيه يا ابني؟ ركز يا ابني الله يبارك لك عشان اخلق ايدي. ايه دلوقتي؟ أيوة. بقول لك انت ماشي في الطريق ماشي ظهر قدامك فجاه اختك ومراتك هتدوس ايه؟ اخت مراتي ام فرام ما تدوسش. ايه ده؟ تصدق والله انا ما كنتش ينفع ادوس. صح ما ندوس فرامل يا جماعه ما فكرناش في الاوبشن ده ولا لسه ندوس حد يا جماعه. انتوا اغبياء قوي صراحه اغبياء قوي اغبياء قوي قوي. دوس فرامل. تعال نشوف اخر فيديو ولا اخر فيديوين معانا. او ايه ايه هو شكو بلايد بس يا جماعه. ايه هو ليه فكها؟
بيصب لها. اوكي جنتلمان والله. شو اقول لك؟ البس بقى، البس يا اخويا، البس يا اخويا. شوف بقى ايه هيتفازلك فيها ازاي بقى. ايه ده جاب حامل زباله؟ الله يخرب بيتك. عشان تبقى جنتلمان قوي، عشان يتفازلك قوي، عشان يتفازلك قوي. الله عم جنتل البس بقى. هي بقى شربت ومشت وسابتك محتاس. بيقول لك الافراح العاديه. ماشي. اوكي افراح في مصر ولا اروح بره؟ ايوه والله العظيم عارف. يا ساتر يا رب. عش يا وحش، عش يا وحش. هي دي الافراح ولا بلاش؟ ايه تيك مي تو ذا مش عارف ايه اللي ايه يا عم؟ انت شفت السكينه نزلت؟ بس كفايه كده، كفايه. جبت اخري خلاص والله العظيم. انا خلاص انا هنا وبس كده يا شباب. ده كان فيديو اضرب كل فيديو يعجبكم. صراحه الفيديو حلوه مش وحشه، بس يعني في حاجات كتير جدا بتكررك في حياتك والله العظيم. انت ليه فاهم يعني؟ حرفيا بتتمنى بقى نزول النيزك خلاص، يعني دمار العالم لازم ينتهي يعني. خلاص العالم خلاص جاب اخره. المهم ان شاء الله الفيديو جاي نعوض. لو لينك تحت الديسكربشن خش عليه، حطوا لي الفيديو بتاعتكم زي ما قلت لكم. خش على الديسكورد واستنوا ان شاء الله لما اعلن فيه ان انتم ممكن تصوروا معايا فيديو تحت الضحك. خش جوه وانتظر بقى. حابب بس افكركم حاجه، بس ان شاء الله التحدي بتاع ال 500,000 ان شاء الله هعمله قريب في اقرب وقت، عشان بقى قلت اقوله في الاخر عشان ايه فاهم ما حدش يسالني بقى. علينا يعني. الشباب على كل السوشيال ميديا زي ما تقدر. هم تعمل لايك للفيديو ده وتشترك عشان تشترك وتشغل الجرس. وبس كده اشوفك في الفيديو الجاي. و جود باي.